ومثل ما سكرت نجوى شارع الحمراء بكليب ملعون أبو العشق، تكرر المشهد مرة جديدة بوسط بيروت باحتفالية إطلاق العطر، بلشت من أمام بوتيك عود ميلانو. والملفت كان تجمع عدد كبير من فانز نجوى يلي انتظروها لساعات، وأول ما وصلت الكل تجمع حواليها ليأخذوا الصور معها. ونجوى اختارت لها اليوم فستان أخضر وان شولدر من الحرير، أضافت عليه قطعة من الفرو، وبصعوبة كبيرة وصلت داخل البوتيك. ومن بعدها غادرت نجوى كمان بصعوبة وتوجهت لليخت كلاب بزيتونة باي مكان الاحتفال الرسمي، وحرصت أن ترحب وتستقبل كل الموجودين. وخلال الحفل تم الكشف لأول مرة عن مكونات العطر، فهو مكون من زهرة الزنبق والياسمين بالإضافة للعود والأرز. هيدا أنا هيدي شخصيتي بهيدا العطر، كل الصفات اللي أنا بتميز فيها أو بحبها حطيتها بهيدا العطر.